جايبتكم بطاقات لأحلى حفلة رأس سنة كل الشام. وليش بقى أحلى حفلة؟ إيه طبعاً لما بيكون جاي رعى السلامة بحد ذاته أكيد رح تكون أحلى حفلة. ياي رح نشوف رعى السلامة؟ تسلم لي عينك إيهاد، خبر حلو كتير كتير. يا ربي شو بدي إيبي؟ لا لا ما اشتريت شي، انتي أصلاً هذا اللي همي. شو بدي إيبي؟ شو بدي اشتري؟ لا يا اكتبقى ما نشوف إياها بتضلوا عم تتناقروا. لا شو قلتوا؟ كيف نحضر رعى السلامة؟ طبعا خاصة انه بيغني احلى غنية لبنات. كني يا عيوني انتو البنات هلكتوني. سمعتوا انتو إياها؟ بخير يا ماما، او تتذكري شي حدا فقير ولا علاماتك اللي بتسهل القلب. لك تمنيتك شي مره اسمعك عم تشكري الله على اللي انت فيه. يا ولي انك مو سويتيني، ما عجبك شي فيني.